ننتقل معكم مشاهدين الآن إلى هواياتنا، راح نروح في جولة مع زميلتنا نور الجدي عن متحف أحمد السلطاني الذي يقع في عرعر واللي يحتوي على مقتنيات وقطع تراثية نادرة. تابع معكم هذا الجمال وهذه العراقة ونرجع. حكاية كثيرة في طيات هذا المكان عاشها أبو مشهور السلطاني، يرويها لنا من متحفه مع بداياته في جمع المقتنيات التراثية ذات القيمة التاريخية. كانت أول قطعة نزلت عندي بالمتحف هي راديو مهداة من أخوي الكبير الله يعطيه الصحة والعافية، ومن 1420 وأنا أقتني المقتنيات لحد تاريخنا هذا اليوم، والحمد لله أن كنا طلعنا متحف يعني يجمل للمنطقة. ويحوي المتحف قطع نادرة ومقتنيات ترتبط بذاكرة السلطاني. طبعا هذه يسمونها المغزل اللي غزلون فيها نسوان الصوف، طبعا هذا مغزل عشان يصير خيوط، وهذه يستعملونه للنسيج، هذا للوالدة الله يرحمها سكنها الجنة، قرن الغزال يستعملون فيه النسيج من أول، يشدون فيه النسيج من قرون الغزال هذا، فهذه اسمها بندق أم فتيل تستعمل بالملح، من أقدم القطع اللي موجودة عندي بالمتحف. طبعا هذا الباب مصنوع من الأثل، باب قديم يعني عمره لا يقل عن 120 سنة تقريبا. مقتنيات متعددة وقطع متنوعة جمعها صاحب المتحف من المزادات والإهداءات التي قدمت له. طبعاً جاتنا هدايا من بعض الأصدقاء، هدايا عينية لها قيمتها بالمتحف، وأكثر المتحف لا والله نحضر مزادات نشتري بالفلوس، طبعاً نحضر مزادات بحائل بالجوف بالقصيم. عشق التراث وشغف الحفاظ عليه تشارك فيه أسرة أبو مشهور إثراءً للمتحف. البيت الشعر طبعاً صممته بمساعدة أم مشهور معاي بتصميم من صاحبة البيت وبنت صاحب البيت تكمله معاي، وساعدتنا الله يعطيها العافية بمساعدة التصميم. هذا المتحف الذي يحكي قصص الماضي العريق والذي يضم قطع نادرة ومقتنيات تراثية، يفتح أبوابه للزوار من داخل عرعر وخارجها. للقناة السعودية نور الجدي عرعر.